قصة اختبار الشكر اللي رسب فيه اتنين ونجح فيه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. القصة في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها لنا عن ثلاثة من الرجال، أقرع وأبرص وأعمى. فربنا أراد أن يختبرهم ويمتحنهم، فبعت ملك متشكل على صورة إنسان للثلاثة دول. راح الأول واحد للأبرص، الأبرص اللي عنده البرص ده مرض جلدي الناس بتنفر منه، فقال له الملك بيقول له: أي شيء أحب إليك؟ بتحب إيه؟ قال: جلد حسن ولون حسن، وأن يذهب الله عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله، الناس بتنفر مني. فمسح الملك عليه فحصلت معجزة، إن ربنا عز وجل أعطاه الجلد الحسن والمرض الجلد ده انتهى من عنده تماما. مش بس كده، الملك بيقول له: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فاداله ناقة عشراء، يعني ناقة حامل، وقال له: بارك الله لك فيها. راح لي صاحبنا الأقرع ما عندوش شعر، قال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب الله عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله، الناس بتنفر مني. فمسح عليه فأعطاه فأعطي شعرا حسنا. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا، بقرة حامل عشان تخلف. راح لصاحبنا الأعمى، قال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري، نفسي أشوف. شوف أخماء، أي واحد مبتلى في صحته نفسه أكتر حاجة نفسه فيها إن ربنا يرجع له عافيته تاني عشان نعرف النعم اللي احنا فيها. قال له: طيب. فمسح عليه فرد الله عليه بصره، معجزات. قال له: أي المال يحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة حاملة. وتروح الأيام وتيجي الأيام، وصار للأبرص اللي كان أبرص وادي من الإبل، والأقرع وادي من البقر، والأعمى وادي من الغنم. ده كان فقير بقى غني، وكان عنده شوية مشاكل ربنا سبحانه وتعالى حلها له. فجاء الملك بعد ذلك للثلاثة دول على الهيئة التي كانوا عليها، فجيل الأبرص على هيئة واحد أبرص، وجيل الأقرع على هيئة واحد أقرع، وجيل الأعمى على هيئة واحد أعمى. فبيقول للأبرص: رجل مسكين انقطعت بي الحبال في السفر، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن أن تعطيني بعيرا أتبلغ بها في سفري. أنا عايز بس من الوادي من الإبل ده عايز ناقة واحدة بس أروح بها. قال له: الحقوق كثيرة، أنت أوعى يغرك المنظر ده، الديون عندي كتير قوي. قال له: آه، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يستغذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال: إنما ورثته كابرا عن كابر، دي فلوسي أبا عن جد ورثتها عن أبويا وعن جدي. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وفعلا المال اختفى ورجع الراجل أبرص زي ما كان. أدي أول واحد فشل في الاختبار. راح للأقرع قال له نفس الكلام. الأقرع قال له: الحقوق كثيرة. قال له: أنا عايز بقرة واحدة أروح بيها. قال له: لا، أوعى يغرك المنظر ده أنا عندي ديون. قال له: ألم تكن أقرع يستقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فاختفى الأموال ورجع الرجل أقرع كما كان، وادي صاحبنا التاني فشل في الاختبار. جه بقى للرجل الأعمى وقال له: إلا أنا محتاج غنم واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وقد كنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله ما أجهدك في شيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك: بارك الله فيك، إنما أراد الله أن يختبركم، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. حديث في البخاري ومسلم، بنتعلم منه الشكر، اشكر النعمة ربنا عز وجل يحفظها لك ويزودها لك.
لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الناس دي كانت مشكلتهم إيه؟ لو شكروا وطلعوا شكرا لله جزء من مالهم صغير للفقراء والمساكين كان ربنا بارك لهم في هذا المال. فنتعود يا اخوانا اللي احنا دايما نرجع الفضل لربنا، مش كابر عن كابر، ولا انا عشان متفوق وانا عشان مجتهد، ده ربنا هو اللي اداني. استشعر النعمة، احس ان ربنا انعم عليا بنعم كثيرة، مش كانت في مشكلة واتحلت خلاص اتحلت فانساها، ده انا دايما احس بالمن، احس ان ربنا من عليا وفضلني بهذه النعمة. وتالت حاجة استخدم النعمة في طاعة الله، مش هتكبر بيه على الخلق. ورابع حاجة اخصص جزء من النعمة دي للي اتحرم منها عشان ربنا يبارك لي فيها ويعطيني منها الكثير والكثير. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت وشارك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.